بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الجمع الطيب الكريم. يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول أيضا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. يسعدنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك أن يكون معنا عالم جليل كريم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، الإذاعي المعروف المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لهم أجرهم عند ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن
تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون إن الذين الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربك وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة و
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم ومن يكتمها
يستجب يعني. خلي الواد لازم تقولها ما يقوي الله اكبر خبش عنه حاجه. ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتم والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كلنا آمن بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما
أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كلنا آمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا